عام صراحة دوزو بشكل استثنائي بعيد على الأسرة بعيد على الوالدين، لأني كنت في مدينة مراكش كنصور سيتكم خوخوتات ولي الله كملنا التصوير ديالو. أيضا كانت جولة مسرحية اللي هاد العرض ديال الدار البيضاء هو كيشكل واحد من العروض اللي فيها. مازال إن شاء الله غادي نكونوا بمدينة برشيد في قيمن صالح بني ملال ومراكش أيضا اللي كانت هي الانطلاقة ديال هاد المسرحية اللي انطلقت في 2019. الآن قدمنا مجموعة كبيرة ديال العروض وكنتمناو أن إن شاء الله الجولة تزيد تستمر. كيف قلت لك هذه الأجواء استثنائية بالنسبة لي لأن بعدتني شوية على الأسرة الصغيرة ولكن قربتني من الأسرة الكبيرة اللي هي الجمهور المغربي لا التلفزي ولا المسرحي. كيف كنقول دائما هو الفن هذا هو الهدف منه هو أنه يخلق واحد الجدل وأنه يثير واحد نقاش مجتمعي كبير حول تيمة أو تيمات معينة. فهذا النقاش الهدف منه هو أنه ينمي الوعي وأنه يفيق يعني نقاشات على مواضيع مختلفة. الحمد لله كنظن المسلسل المكتوب نجح في هذه الرسالة ونجح في هذا الهدف. فاحنا كفريق لا تقني ولا فني مسلسل المكتوب ممكن إلا نكون فخورين وسعداء بهذا النجاح وبهذا النقاش اللي وقع. وكنحيي الجمهور المغربي على المتابعه ديالو الكبيره للمنتوج المغربي مؤخرا على عكس السنوات اللي فاتت كانوا الناس يعني بشكل كبير كيتبعوا الدراما الاجنبيه. الدور ديال الهند في المسلسل المكتوب هي كنظن رسالة اللي واضحه نسبيا وحتى الا ما كانتش واضحه نقدر نعاود نثيرها يعني من خلالكم. الرساله هي كانت موجهه للنساء والفتيات المغربيات بصفه عامه اللي كنتمنى انهم يكونوا مستقلات يعني معنويا وماديا، انهم يكون عندهم واحد نوع من الفاعليه في المجتمع، انهم يكونوا واحد حركه تنميه واحد الحلقه التنميه في الوسط ديالهم العائلي ولا الوسط يعني الصغير والكبير، انهم يكونوا كيأثروا ايجابيا على الاسره ديالهم، انهم يكونوا فاعلات داخل المجتمع، انهم كيف كنقولوا حنا يعولوا على راسهم يعولوا على قرايتهم على خدمتهم على المجهود اللي كيديروا على كفاءتهم. وما يمكن الفرص إلا تتاح قدامهم وأنهم يكونوا يعني عنصر مهم وركيزة أساسية في المجتمع. هذه الرسالة باختصار. بمناسبة رمضان الكريم كنقول لكل المغاربة والمغربيات سواء داخل أو خارج أرض الوطن من خلال المنبر ديالكم عواشر مباركة، باش كنتمناو إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر. وكان نشكرهم على المتابعة ديالهم للمسلسل المكتوب ولكل الأعمال الدرامية المغربية وكنتمنى لهم الصحة والسلامة وكنتمنى أني نتلقاهم عبر ربوع المملكة من خلال المسرح وكذلك أن الإطلالة ديالنا تكون خفيفة ظريفة على قلوبهم.